من هو أبو بكر؟ أبو بكر هو عبد الله بن عثمان، هو عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، والده أبو قحافة اسمه عثمان، وهو اسمه عبد الله، ولد بعد عام الفيل بسنتين رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان أيضا صاحبا له في التجارة، وبينهما قبل البعثة أعمال تجارية وأدبية، وبينهما صداقة ومودة ومحبة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من صدق ببعثته أبو بكر. جاءه في اليوم الذي أنزل عليه فيه الوحي، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فكان أول من دخل الإسلام من الرجال، ومن النساء كانت خديجة، ومن الأطفال كان علي، ومن الموالي كان زيد بن حارثة. فكان هؤلاء الأربع السابقون إلى الإسلام، الذين لم يسبقهم أحد من جنسهم، فلم يسبق رجل أبا بكر رضي الله عنه، ولم يسبق طفل علي رضي الله عنه، ولم تسبق امرأة خديجة رضي الله عنها، ولم يسبق مولى زيد بن حارثة رضي الله عنه. أسلم أبو بكر، فكان إسلامه فتحا ونصرا مبينا للإسلام والمسلمين. كان أبو بكر محبوبا في الجاهلية، محبوبا في الإسلام. فلما أسلم جاء في اليوم الأول بستة فدخلوا الإسلام، كلهم بشروا بالجنة، هم من العشرة المبشرين بالجنة. فعثمان بن عفان أسلم على يد أبي بكر، سعيد بن زيد أسلم على يد أبي بكر، طلحة بن عبيد الله أسلم على يد أبي بكر، أبو عبيد بن الجراح أسلم على يد أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، وغير ذلك من الذين أسلموا على يده. أما الذين اشتراهم فأسلموا، وأما الذين اشتراهم بعدما أسلموا فإنك لن تستطيع عدهم من كثرتهم، حتى إن والده عثمان قال له: يا عبد الله، يا بني، لو أنفقت مالك في شراء رجال أشداء يحمونك وصاحبك، فنزل القرآن يجيب عن أبي بكر ويتجنبها الأتقى: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كان أبو بكر أبيض الوجه، أبيض البشرة، نحيفا، وكان من شدة نحافته لا يثبت عليه إزاره، ينزل منه. فلما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تحت الكعبين في النار، حزن أبو بكر حزنا شديدا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل نحيف، وإن الإزار ينزل مني فيجر، فأخشى أن أكون ممن جر إزاره خيلا. فقال: لست منهم يا أبا بكر، لست منهم يا أبا بكر، فلو طال إزاره تحت كعبيه فإنه لا يعد ما تحت الكعبين بالنسبة لأبي بكر في النار، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر صاحب رسول الله، خرج مع النبي في جميع مواقفه، في جميع غزواته. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، ما كان أبو بكر إلا خلف ظهره كالحرس له، أو عن يمينه أو عن شماله، ولا تمرة يفاجأ أبو بكر أن قريشا أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تقتله في المسجد الحرام. أقبل أبو بكر يدفع الناس عن رسول الله، فتركوا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على أبي بكر يضربونه حتى أغمي عليه وامتلأ وجهه بالدماء. حمل إلى بيته يظنون أنه قد مات، طرح عند باب بيته، فتحت أمه الباب وأدخلت ولدها وأغلقت الباب. وبعد فترة من ضخ الماء عليه تنفس وأفاق، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أمه، اذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب فاسأليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يستطيع يمشي. ذهبت الأم إلى فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، كانت من السابقات إلى الإسلام، قالت لها: ما فعل رسول الله؟ قالت: من أنت؟
قالت أنا أم أبو بكر. قالت لا أعرف أبو بكر ولا أعرف رسول الله. قالت إن أبا بكر بعثني إليك. قالت من أبو بكر؟ قالت ابني. قالت إن شئت أن أذهب معك إلى ابنك فلا مانع. قالت تعالي. فذهبت معها إلى ابنها الذي قد ألقي على ظهره من شدة ألم الضرب الذي حصل له، فنظر وقد تورم وجهه من الضرب الذي حصل على وجهه. قال فاطمة ما فعل رسول الله؟ قالت يا أبا بكر إن أمك تسمع. قال ما عليك من أمي؟ قالت هو بخير. قالت يا قال يا فاطمة خذيني مع أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملته أمه وفاطمة يحملانه في الليل حتى أوصلاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالك يا رسول الله؟ أنا بخير الحمد لله. ما دام أنك بخير يا رسول الله فكل مصيبة بعدك فهي جلل. يا رسول الله ادعو الله لأمي، ادعو الله لأمي أن يهديها الله فتدخل الإسلام. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي بكر وآل أبي بكر وارحم أبي بكر وآل أبي بكر. فهدى الله أم أبي بكر وأخوات أبي بكر، وأصبح بيت أبي بكر ليس فيه من المشركين إلا الأب أبو قحافة. أسلمت الأم وعادت بابنها، شفي الابن، وأصبحت قريش تتوعده، إذا رأيناك مرة أخرى يا أبا بكر في المسجد قتلناك، إذا رأيناك مع محمد قتلناك. فخرج مهاجرا في سبيل الله على وجهه، فوصل إلى قرية يرأسها زعيم اسمه ابن الدغنة، فالتقى به. قال أبو بكر سيد قومه إلى أين تذهب؟ قال مهاجر بديني. قال مثلك لا يهاجر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، تعال. فرجع به ابن أبي الدغنة إلى مكة ودخل به المسجد الحرام، وكان ابن أبي الدغنة حليف لقريش. قال أيها الناس ما تعدونني فيكم؟ قالوا سيد وابن سيد. قال ألا أما إني قد أجرت أبا بكر؟ قالوا قد قبلنا إجارتك فيه. خلاص. فأصبح أبو بكر يمشي ويأتي في تحت حماية ابن الدغنة بعد حماية الله. فلما وجد الحرية كان يأتي للمسجد فيقرأ القرآن، يسمع قريش القرآن. قالوا يا أبا بكر هذا الكلام هو الذي كنا أن نقتلك، لا نريد نسمع. قالوا يا ابن الدغنة ما نريد نخفر ذمتك في أبي بكر، لكن يقرأ علينا هذا القرآن في المسجد يسمعنا إياه، فليقرأ في بيته. قال يا أبا بكر اقرأ في بيتك. قال طيب أقرأ في بيتي. فبنى مسجدا بجدار بيته جنب بيته، وأخذ يقرأ، وكان صوت أبو بكر في القرآن جميل جدا، إذا قرأ القرآن بكى وأبكى من حوله. فكان يقرأ، فكان النساء والصبيان والأطفال والرجال يستمعون له، فأسلم كثير على يد أبي بكر من قراءته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.